صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أعمل في الشرطة وظروف عملي تمنعني من حضور الدروس، ونقوم بتأخير الصلاة عن وقتها لظروف العمل، فهل نحن مثابون؟ هذا حسب الإمكان. الدروس إذا حصل لك فرصة تحضر، وإذا ما حصل فرصة فإنك تبقى في عملك. والحمد لله اليوم تيسرت الأشرطة والكتب، فعليك أنك تستمع وتقرأ وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك، وما لا يدرك كله لا يترك كله. وأما تأخير الصلاة عن وقتها فهذا يحتاج إلى تفصيل، ما ندري وش الأسباب ولا ندري وش الوقت اللي تقصد تأخر الصلاة عن وقتها، يعني عن أول وقتها لا بأس بذلك، أو تؤخر الصلاة عن وقتها يعني تخرجها عن وقتها حتى يدخل وقت الثانية، هذا له أحوال وله فيه نظر، يحتاج أنك تكتب السؤال وتوضح فيه، ترسله للإفتاء، ترسله لدار الإفتاء ينظر فيه ويأتيك الجواب إن شاء الله. نعم.